د و آ دا و أر دار دار دور كانت أول كلمة لما حضنت أمي شفت أفشي قلت لها ماما تعلمت أقرأ حلوة أيام المدرسة لفات أنا وصديقاتي طلعات سفرات ما أعرف إيش لكن ورا 8 أعوام حضنتها مرة ثانية وأنا أبكي لأني كنت عارفة إنه حترك الدراسة لأن تزوجت خلال هاي الفترة إنه حتى أروح البيت زوجي كان لازم أخذ ألعابي وأروح إلى بيت آخر أمي وصتني إنه ماما حتى الحين إلى بيت ثاني بأم وأب ثانيين كبار بالعمر مرضى أيضا يحتاجون إلى رعاية مثل مسراعينا وحراعيهم من صار عمري 17 عام كنت أشوف البنات ماخذات كتبهن ورايحات للمدرسة بالوقت اللي أنا كان عندي بنات 3 ماخذتهن ورايحة حتى أزور أهلي كان مسألة إنه هذول البنات دا يروحون يتعلمون ويقضون وقت ممتع بالمدرسة وأنا محتارة بهذني الأطفال اللي تقريبا توأم بأعمارهم أرعاهم بالوقت اللي أنا نفسي محتاجة إلى رعاية وحنان كان مسألة مؤلمة كان فكرة إنه أنا عندي بنات عد المجتمع ينظروني دائما نظرة انتقاص كان بناتي دائما يسألوني ماما لما نكبر نروح للمدرسة إيش نقول للمعلمة إذا سألتنا شنو شهادة ماما؟ خوفي من القدر إنه إذا في يوم من الأيام صار أي شيء، شلون راح أعيش 3 بنات وأنا بهيج عمر وشهادتي شهادة ابتدائية؟ لهذا كان لازم أقرر إنه لازم أصير زوجي وأهله ما مانعوا من هذا الشيء أبداً. بالعكس قالوا اوكي ادرسي لكن بدون مدرسين خارجيين وبدون ما تروحين للمدرسه وبدون دورات تقويه او شيء قدمت على 3 متوسط خارجي درست بهاي الظروف نفسها بنفس الشروط ما حد يتصور مساله انه ما اعرف مساله بالرياضيات او يطلع الحل بالاخير مو صحيح شلون كنت ابكي على مودها لانه ما عندي وقت اجي احل بطريقه ثانيه وماكو مجال انه افشل او اعيد سنه لازم انجح لكن نجحت الحمد لله من الدور الاول نجاح اهلني انه اروح للاعداديه هالمره بدون ما ادرس 4 و5 وبدون ايضا مدرسين خصوصيين ولا مدرسه ولا دورات تقويه قدمت على 6 إعدادي علمي بتحدي اكبر هو حملي طفلة 4 طبعاً كان بالامتحانات دموعي تطلع من وحدها من آلام الحمل فالدموع تطلع من وحدها وتغوش الأوراق أمامي أو أوراق الحل فكنت أضطر أسلم الورقة للأساتذة قبل انتهاء المدة لأن الألم بعد ما يخليني أقعد أقدر مستمر بالقعدة بالرغم من كل هذا أنا نجحت من الدور الأول نجاح أهلني إنه نجاح أهلني إنه أدخل للجامعة وأتفوق بها بتفوق أكبر من هذا التفوق ويميزني عن باقي الطالبات كلهم خلال هاي الفترة علمت أطفالي إنه يعتمدون على نفسهم بكل شيء ما يحتاجون لأي أحد ثاني بحيث ما يكونون عبء على أحد وفرت وعلمت نفسي وسويت وقتي وهذا النجاحات انطتني فسحة أكثر أو فالثقة بالآخرين بي بحيث قدرت أدخل دورات تنمية بشرية تطوير الذات زيادة مهارات إلى أن صرت مدربة تنمية بشرية مرخصة للتدريب الدولي أعطي برامج بالإذاعة أقدم برامج في تطوير المرأة خاصة أنظم دورات أو مؤتمرات في حقوق الإنسان أعطي دورات من خلال الإنترنت صار عندي طموح أزيد وصارت آفاق زيادة تفتح أمامي قمت أنجح وأنجح ومستمرة وبعد عندي طموح وراح أوصل لهذه الطموح مو على مود أكون بس أم يفتخرون بها بناتها
ولا على مود نظرة المجتمع تتغير إنه أم البنات، لكن على مودي أني وعلى مود أثبت لكل بنية ما قدرت. أثبت لكل بنية منعتها ظروفها الزواج أو المجتمع أو الأطفال إنه تكمل دراستها أو تحقق طموحها، إنه هي متى ما خلت ببالها وقررت راح تقدر وتقدر وتقدر.